أمسى نحيرا. لما مروا بالأسرى على قتلاهن، وقفت السيدة زينب سلام الله عليها على أخيها، فلما رأته بتلك الحالة بكت وصاحت: وأخاه وسيداه. ثم توجهت نحو المدينة تخاطب جدها وهي تقول: هذا الذي قد كنت تلثم نحره أمسى نحيرا من حدود ظبائها من بعد هجرك يا رسول الله، قد ألقي طريحا في ثرى رمضائها.